يعني ما كانش لهم نصيب، هم خسروا يعني بفرق جون. فان شاء الله اسامه يعوض البطوله اللي ضاعت منه مع النادي الاهلي ان شاء الله. خلي بالك كابتن، احنا يعني هو جه من السفر امبارح، النهارده شايفينه مع الفرقه، وكابتن طارق محروس اداله في الماتش لعبه يعني يمكن فتره مش قليله. فيعني احنا شايفين حماس، يعني ممكن حد يجي يقول لك انا تعبان شويه من السفر بتاع، لا لقيناه ما شاء الله يعني داخل بكل قوه. يعني بيتهيالي برضو انه لعب في تونس، اسلام حسن لعب في تونس مع يعني لعبوا مع بعض ولعبوا قصاد بعض في المنتخب، فيمكن ده مدي لاسامه حته انه حاسس انه في بيته. يعني تعرف حاجه دي اخلاق النادي الاهلي وسياسه النادي الاهلي كلنا، لا ما فيش لعيب بيجي النادي اللي يحس انه غريب. صحيح. يمكن حضرتك شفت النهارده اسامه شايفه بيشتغل تكتيك وبيقولوا الاولاد نعمل خطه واحد وخطه اثنين، الولاد احتضنوه، يعني اللعيبه تحسش ان هو لعيب لسه نازل اول مره. فالحمد لله انسجام تام، دي روح النادي الاهلي والروح اللي موجوده في الفريق ما شاء الله، هم كلهم الولاد على النهارده كمان اطمنا على ممدوح طه كمان يا كابتن، يعني شفناه النهارده شارك والحمد لله يعني بيلعب بكل قوه واحتكاكات، واقف على رجله ما شاء الله. تالي ممدوح اضافه كمان لانه كان سافت مصاب طبعا. يعني الحمد لله الولاد زي ما بقول لحضرتك كلهم الكل حماس والكل متشوق، فربنا يسهل ان شاء الله. هم وعدونا والفرقه كلها ملمومه ان شاء الله يكون. طب كابتن، تدرج المباريات في الدوري دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، يعني هل القرعه او المباريات ماشيه معانا بشكل جيد؟ يمكن اول مباراه مع المعادي تقريبا. تدرج المباريات او قوتها ده يعني في مصلحتنا، ولا انت شايف حضرتك ان احنا محتاجين نعلي الحمل يعني مع الجهاز الفني؟ حضرتك بتتكلم في الموضوع ده اكيد. لا طبعا هي ماشيه في مصلحتنا. انت عارف الدوري السنه دي مجموعتين، هنطلع اربع فرق بعد كده، فانا شايف ان هو التدرج ده هيبقى مفيد، الولاد برضه هيلعبوا ماتشات كثيره مع بعض، عشان ان شاء الله عندنا بطوله افريقيا باذن الله في نوفمبر، متخطط لها تبقى في نوفمبر. هتتلعب يا كابتن ولا ايه الاخبار؟ ما هو ان شاء الله واقف عليها قرار كمان استئناف الدوري السنه اللي فاتت باذن الله، استكماله قصدي. حضرتك عندك انباء من الاتحاد الافريقي هتتلعب ولا لا؟ والله في يعني ان شاء الله هتتلعب في نوفمبر، يمكن الميعاد لسه ما اتحددش بالظبط امتى، في مصر اليوم او كده، انها هتتعمل في مصر وهتبقى استعداد لكاس العالم، فباذن الله هتتلعب ويبقى لينا نصيب يا رب ان شاء الله. كابتن النادي الاهلي النادي الاهلي بطوله كبيره باذن الله، النادي الاهلي وحشها بطوله افريقيا. يعني احنا كره اليد حضرتك بقت اللعبه الشعبيه الثانيه شئنا ام ابينا، وفرضت نفسها بنتائجها اكيد، ومش بنتائجها بس، والتزاماتهم وتمثيل مصر المشاركه. فبطوله افريقيا النادي الاهلي دي حاجه مهمه جدا، وخلي بال حضرتك القرار ده هيترتب عليه الاتحاد المصري لكره اليد برئاسه المهندس هشام نصر، هيقرر اذا كان هيستأنف الجولتين اللي فاضلين في الموسم اللي فات ولا لا. لا ان شاء الله هيستكمله، والاتحاد مخطط ان احنا يعني بعد بطوله افريقيا يتلعب الجولتين اللي فاضلين في الدوري، الدورتين هيتلعبوا، وده يمكن نظام اتعمل في اوروبا، ان اوروبا حاليا لعبوا الدوري الجديد وبعد كده يستكمل المباريات المتبقيه من السنه الماضيه. فهو في تخطيط ان هم هيتلعبوا ان شاء الله مع بطوله افريقيا، هيبقى افضل اعداد للولاد وفي الانديه، وان شاء الله ربنا يوفق حلمنا كلنا منتخب مصر ان شاء الله.